شدد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علاء السقطي على أهمية تشجيع مختلف المشروعات لتنمية الاقتصاد. وأشار السقطي إلى ما يمكن أن تسهم به تلك المشروعات من توفير احتياجات البلاد وزيادة الصادرات. طبعا خلينا نتفق أن ما فيش دولة النهاردة بتقوم في الصناعة إلا ما تبدأ الصناعة دي زي المدرسة، تبدأ من ابتدائي وإعدادي وثانوي، فلازم تشجيع الصناعات الصغيرة دي، ده أساسي. طيب إحنا عندنا مشاكل في الصناعات الصغيرة، عندنا مزايا، المزايا ان انت عندك دولة 105 مليون، يعني ممكن تقدر تقول انهم 4-5 دول جنب بعض، عندك احتياجات، عندك حجم كبير جدا من الاستيراد سواء صناعات مغذية او منتج نهائي. فاحنا اللي اقترحناه وقدمناه هنا ان الاتحاد بمجموعة رجال الاعمال اللي بيرقصوا الاتحاد هيتولوا تسليم الشباب الخامات اللازمة للانتاج وشراء المنتج النهائي منهم، وتحديد 1000 جزء مصر تقوم باستيراده ويمكن تصنيعه بمنتهى البساطة والسهولة، وبناء عليه هنفتح هذا الكلام للشباب اللي عايز يتقدم ويقول والله أنا عايز أعمل مشروع. هاجي أقول له والله أنت هتعمل مشروع مثلا تصنيع فرشة الدهان، فرشة الدهان دي تصنع بالطريقة المكنة دي، وأنا هورد لك الخامة وهاخد منك المنتج النهائي وأشتري منك عادي جدا جدا، إلى أن تستطيع أن تتعامل لوحدك. بعد فترة أنت هتقدر تبقى لوحدك وتنفصل انفصل.